كم مرة اتفقت مع صاحبك تطلعوا ولما التقيتوا انتبهت انكم لابسين نفس اللون او نفس الشي؟ كم مرة كنت بتفكر بحد ورن عليك ليحاكيك؟ كم مرة اجيت تحكي جملة وحد تاني حكاها بنفس الوقت؟ كم مرة كاتب كتب قصة وبعد فترة شخص تاني ما عنده فكرة عن هالقصة وكتب شي بيشبهها؟ كم مرة فتت مكان وحسيت بعدم راحة وبعدها عرفت إنه صار شي حادث بهالمكان؟ أو بالعكس، حسيت قلبك انشرح بشي مكان لما فتت عليه، مثل أماكن العبادة أو الأماكن اللي فيها طاقة حب أو الحدائق؟ كم مرة حسيت بشي مش تمام من دون ما تعرف السبب وبعدها عرفت إنه صار شي مشكلة بالشغل مثلا؟ كم مرة أم حست إنه صار شي سيء مع ابنها من دون ما حد يخبرها؟ كم مرة سمعنا عن توائم كانوا بحسوا إذا توأمهم بخطر أو بحس بشي ألم؟ كم مرة سمعت عن شي دكتور بضل متصل مع مرضى وبعدها مرض بنفس مرضهم؟ كم مرة قعدت مع حد يشكي لك همومه وبعدها حسيت بتعب نفسي وجسدي؟ كم مرة مرضت بعد ما سلمت على شي حد كان مريض؟ كم مرة حسيت براحة وانت عم تحكي مع صاحبك وتحسن مودك بعدها؟ كم مرة رحت لتزور شي حد بتحبه بالمستشفى ولما رجعت تعبان؟ كم مرة حسيت حالك مضغوط وحاس بخنقة ورحت على شي مكان لحالك، على شي جبل أو بحر، وحسيت إنه انشرح صدرك؟ طب شو احتمالية إنه تكون هالمشاعر والطاقة اللي عم بتحسها هلأ لحد غيرك وإنت استقبلت إشارتها مثل الرادار وفكرت إنها إلك؟ اسأل نفسك دائماً، لمين يا ترى هالمشاعر يلي أنا عم بحسها هلأ؟ هل هي إلي عن جد؟ الموضوع مش ليوترك أبداً، بالعكس عم بحكي لحتى يطمنك إنك بخير. اوعى بهالشي وما تخلي أي فيروس خارجي يجي يخرب لك حالة السلام يلي أنت فيها، لأنه أحياناً إحنا منكون حاسين بطاقة الأشخاص أو الأماكن يلي إحنا منكون فيها، فمش دايماً هاي المشاعر عن جد مشاعرك. اعتبر دايماً هالمشاعر هي شي غيمة ورح تروح، ما في شي رح يدوم، وتذكر إنه احتكاكك بالصالحين رح يصلحك واحتكاكك بالأشخاص اللي مش كتير تمام رح يخليك مثلهم. الطاقة معدية، لهيك بيحكوا لو كنت مع 4 ناجحين رح تكون خامسهم ولو كانوا فاشلين أكيد حتكون مثلهم. إذا كان التثاؤب يلي هو فعل ممكن يكون مدته 3 ثواني معدي، مثل ما الضحك معدي، مثل ما المرض معدي، مثل ما كتير شغلات ممكن تنتقل من مكان للتاني، فخلي عندك مناعة عن الطاقات السلبية بتحصين نفسك أولاً وأكيد بوعيك، وشحن نفسك طاقة إيجابية على طول، وحاول تكون دائماً مصدر غني ومشارك في انتقال الطاقة هاي الإيجابية. الطاقة بتنتقل من مكان للتاني ومن شخص للتاني مثل الهواء تماماً، وإحنا مثل السمكة يلي موجودة بالبحر وعم نتأثر وبنأثر بميته، فخلي دائما هالسؤال ببالك ليهون عليك ويخليك واعي أكتر بنفسك والمكان اللي انت فيه والموقف يلي انت هلأ عم بتعيشه، واسأل نفسك شو احتمالية تكون هالمشاعر والطاقة اللي عم بحسها بهاللحظة لحدا تاني؟ وقف واسترخي، كل شي رح يتغير. التغيير هو الثابت الوحيد
في الكون، فلو كانت هالمشاعر سلبية أكيد رح تروح، ولو كانت هالمشاعر إيجابية حتروح برضه ويجي غيرها. وعيك بالشي بيساعدك إنك تغيره. ميتا سول، سلام.